وهاي الغرفة من الطرف الثاني. المرحلة الأخيرة. السلام عليكم، كيف الحال ماي فرند؟ ان شاء الله اخباركم تمام. حاليا انا متواجد عند اهلي، وراح اسوي مفاجاه لاخوي الصغير. المفاجاه اللي هي راح تكون كالتالي: من حوالي 3 شهور حكى معي اخوي انه عنده حلم انه يكون هو ستريمر على تويتش او شيء، وحابب يكون عنده سيت اب للجيمينج، وللاسف غرفته مو عاجبته هذا، لانه طبعا كله ديكورات الوالده. الله يخلينا اياها يا رب. يعني لازم تجيبوا كلام لنفسيكم يعني. ديكوراته يعني راح افرجيكم اياها، الله شيء طب. مشان هيك قلت انا انه راح اغير له السيت اب تبعه من دون ما يعرف، بس راح اسوي له اياها مفاجاه. حاليا انا طبعا فايق من النوم من شوي، وخليناه يطلع برا البيت هو واختي، فراح نحاول نخلص اغلب الشغل قبل ما هو يجي. خليه يجي ونشوف شلون راح يتفاجئ ولا لا. انا حاكي معه اصلا قبل تقريبا من يوم او يومين، قلت له انه على راس السنه الجديده راح اسوي لك سيت اب، فهو منتظر انه بعد 6 شهور راح اسوي له انا السيت اب. انه بدك سيت اب جيمر كامل، انه هذا اتفاق راح يكون بيني وبينك. لا امتى؟ انه لراس السنه انه انا راح اقدم لك سيت اب. في عندك امنيه اكبر من السيت اب بالوقت الحالي؟ هاي امنيتك؟ اوكي، انا وانت متفقين على راس السنه الجايه راح يكون عندك سيت اب. وما بيعرف انه انا اليوم راح اسوي له السيت اب. راح احط له بوستر كبير على هذا الحيط، يسكر الحيط كله. طلبته طبعا البوستر من امازون، بوستر كتير مرتب، وجبت له عوازل كمان للصوت، راح احط له اياهم كمان على الاغلب هون او مطرح ما هو راح يقعد. راح افرجيكم شلون غرفته مبدئيا. هذا هو شكل الغرفه: تختين، كومودينه، مثل ما قلنا هاي الديكورات الوالده مع كشكش، وهاي الغرفه من الطرف الثاني. الفكرة انه يا راح نحط البوستر هون ونخلي السيت اب تبعه كله بهاي الزاوية، او نحول التخوت ونسوي السيت اب بهاي المنطقة مشان يكون قريب من الشباك. راح افرجيكم كمان الاغراض اللي جبتهم هلا مشان نشتغل فيهم قبل ما نشتغل، وبعدها كمل معنا الفيديو مشان تشوف الباقي. بس ماي فريند، انه نغير ديكور الغرفة من دون ما ناخذ الاذن من القيادة العليا صعب، لذلك راح نروح ناخذ الاذن. صح ماي فريند، حط اعجاب واشترك بالقناة اذا انت جديد، وتابع الفيديو للاخير، لا تكون بخيل. انا حريص ماني بخيل. ايوه مام، بدنا اذنك لانه بدنا نغير الديكور تبع الغرفه. جبنا هون ورقه تنازل عن الديكور تبعك، ونغير الديكور، نحول الديكور تبعنا. ايش فيه الديكور حلو كتير؟ صح والله كلامك، انا اعمى، بس معلش سامحينا نغير الديكور لانه كتير حلو، وما عم نحسن نسيطر على اعصابنا. انا عاجبني يعني. طيب ما بصير نغيره مشان ابنك هيك نسوي له سيت اب يعني اذا في مجال؟ بس انا هيك ما بعرف، هيك عاجبني اكثر. الله يخلي لك، وقعينا الورا يا بنت الحلال. وقعي هون لشوف. هذا كان تنازل، انا الموقع عدناه تنازل عن الديكورات الموجوده في غرفه حمودي، ووافق على تغيير الديكورات على يد ابني المغضوب موسى. شكرا لك، يعطيك العافيه. الله، صار عنا الاذن ونبلش الشغل. مبدئيا هذول الاغراض اللي جبناهم، هاي عوازل للصوت، وهذا راح يكون البوستر. هون عمر راح يساعدني هلا بالتجهيز. هذا حل جدران. ها، هذا هو شكل البوستر، راح يكون هذا هون على قد الحيط بشكل كامل. جبنا له كمان شو وظيفته سناك، يعني هدول مشان اول لعبه يبلشها يكون عنده واحد ريد بول وواحد هيك، يكون عنده طاقه. ايوه، في هون كمان اضاءه، هاي نحطها تحت، إضاءة مخفية، وهدول اللزق مشان العازل، وهذا اللزق مشان البوستر. هلا عم نحول الكود على الجهة هاي مشان نحول الخزينة على الحيط هذا. راح نحط الخزينة هون، والبوستر راح يكون بهاي الجهة هيك، هيك بدها الوالدة. بلش نقص البوستر. هلا راح نقصقص هدول مبدئيا مشان نلزقهم على الحيط. واصل اعلاني، واصل من واصل. اشكرك انا، اشكرك. اقول استريح. هذا هنا بدايه المثلث. صرنا بالموقع الكيميائي، نخلط التلزيق عشان نحطه على الحيط، وبعدها بنحط ورق الجدران. حاليا وصلنا على مرحله
التركيب على الحيط. هاي راح تكون أصعب مرحلة. خلطنا التلزيق وراح نبدأ بالحيط هاي هون. نبدأ الشغل. يلا شباب قولوا الله استعجلوا في عنا شغل في عنا مشروع تاني بالبناية التانية هون. حبيبي انا محمد ربك انه انت هون بسويسرا عم تشتغل صلك اسبوع عم تقعدها بتلوتنا الاجر بدي كل يوم فلافل استعجل استعجل من هون من هون على اليمين يلا يلا تحرك على الزق برافو عليك ايه حركة كويس ماي فريند صرنا تقريبا بالخامسة مو تقريبا صرنا بالخامسة ضل علينا واحدة تانية وبنكون خلصنا البوستر كامل. اوكي مبدئيا خلصت البوستر كامل وشايفين وراي خلفية سوبر بشكل مبدئي يعني ممتاز. راح احط هلا الاضاءة وادخل البلاي ستيشن وعدة الجيمينج. صح وفي لسه هدول وهو جاي على الطريق فراح اشوف شو ردة فعله. راح اخلي الكاميرا بالغرفة وخليه يفوت لحاله اول شيء واشوف شلون ردت فعله. تحمس انا كمان. صرنا بالمراحل الاخيره وحمودي جاي هلا عم نحاول نسوي له الديكور تبع الجيمنج بليس هون حاليا. ماي فريند المرحله الاخيره مركب له البلاي ستيشن مجهز له اللعبه مشان يباشر باول ماتش له. هاي حطينا هون اضاءه هاي البوستر الاضاءه كمان هون تحت طبعا. بعدين من ممكن نغير له الكرسي تبع الجيمنج تبعه لانه هو قديم نجيب له واحد اجدد بس مبدئيا كل شيء 100%. Good luck. تمام راح يفوت هلا. ايه اوه اي شو قلت لك انا؟ ايش حاسس؟ حلم وهيك خلص صار عندي ما حاسس الله هيك مبسوط خاصة هيك ولد عندك تقريبا شيء حوالي 8 9 غير هدول وزعهم مثل ما بدك بس خلينا لك شيء انه انت تسوي تمام بايدك مو بس باي مبروك تحسن تباشر كمان باول جيم تبعك اختار الجيم اللي بدك اياه وبدك تقول كمان يسلموا للكل انه ابراهيم ساعدني وعمر ساعدني كلياتنا اشتغلنا لما تعبنا هلكنا ابراهيم يا اخي ماي بريدر فيك تبعث لي هلا بعد الفيديو هيك مشان بدي ابعث لرفقاتي صار عندي سيت اب يا اخوي صغير ما كان بس انه يصير عنده هذا السيت اب تقريبا من حوالي السنه كان انه نفسه يجيب ايفون 11 وانا كان عندي ايفون 11 بس انه انا ما عم بستخدمه كثير لهيك قررت اني كمان اعطيه التليفون تبعي. هذا الشيء لسه ما بيعرف فيه هو فكر انه هاي هي هديته ونحن هلا باليوم الثاني لذلك راح اصيح له هلا على الغرفه واعطيه التليفون هديه كمان لاشوف شلون راح يكون ردة فعله بس هالمره راح اسوي هذا الشيء بس بيني وبينه. ما بعرف صراحه شلون راح تكون ردة فعله لانه هو بهاي الهديه كان عن جد طير عقله كثير مبسوط بس
كمان حاب اشوف شو راح تكون ردة فعله بعد ما ياخذ التليفون. راح احط الكاميرا هون واحاول اني اخذ ردة فعله. عرفت. يس. سكر سكر. ما قلت لك اعطيك اول شيء التليفون الايفون. لا 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 ها؟ عن جد؟ خذه عن جد خذه. صار لك. والله. والله. عديلك يا عم. تستاهل انت. حبيبي علم. تستاهله. مبروك. يس ام ويس. ضربت الصحة. أحلى شعور إنك تفرح أخوك وتشوف فرحته بعيونك وتسمع صوته شو فرحان. لهيك يعني عادي خلي أخذ تليفوني. أنا عندي لسه يعني تليفون 7 بلس ف it's okay. والله تندمت. حمودي رجع لي التليفون ما عاد بدي. هات التليفون ولا